السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نورهان من افري ماركت. السيشن النهاردة هنكمل اللي احنا بدأناه السيشن اللي فاتت. في كام حاجة برضه هديكم هنت عنها تاخدوا بالكم منه. طبعا الفجر النهاردة وبدأنا نشوف ايه اسرائيل ضربت ايران، ف هقول لكم ده يعني ممكن يعمل ايه. اكدوا عليا كده ان الصوت تمام، الشير سكرين تمام. اهلا بيك يا استاذ هاني، احاول ما اطولش عليكم، لكن اللي انا هركز عليه النهارده دي من الحاجات مش الهيستوري، دي الحاجات اللي دلوقتي اللي موجوده دلوقتي. تمام، يعني كل كان شغلي ان انا بوريكم حاجه معينه وتاخدوا بالكم من طريقه العد وتبداوا منين وتعملوا ايه والكلام ده، لكن في كام حاجه معايا هقول لكم دلوقتي احنا المفروض فين ومستنيين ايه. تمام، طيب. الحاجة بس اللي حصلت اللي لازم تبقوا واخدين بالكم منها، ما تبيتوش صفقات على المؤشرات الذهب الأويل. ليه؟ لأن إسرائيل ضربت إيران، فطبعا إيران كانت بتهدد، يعني حتى احنا الكلام ده كان الأسبوع اللي فات. أوكي، فإيران كانت بتهدد بتقول إن لو إسرائيل ردت فإحنا هنرد بشكل أعنف. خدوا بالكم إن إيران بيسندها روسيا. تمام، طيب السوق خد تأثير وراح جاي راجع تاني لنفس الحته، بس ده مش سلبي ولا ده تجاهل للخبر او تجاهل للحقيقه، بس هي الضربه حصلت فالتأثير وانتهى. مستنيين مين بقى اللي هيرد؟ ايران. ايران هترد، ايران هترد، لان هي اللي قالت اسرائيل اللي ردت احنا هنرد بشكل اعنف. ف ايه اكشن ممكن يحصل؟ والمشكله ان انت يوم جمعه يعني اجازه، فولا تبيت صفقات بيع على الذهب، ولا تبيت صفقات بيع على الاويل، ولا تبيت صفقات بيع على المؤشرات، شراء على المؤشرات. وانا افضل اصلا انك ما بيتش اي حاجه. بصوا عموما انا شاريه اويل، يعني اتكلمت عنه امبارح. بصوا انا مركزه مع الاويل من اول الاسبوع، من ساعه الفرصه اللي اديتها على الصفحه عندي البيع. تمام، وبعد كده وصل لمنطقة معينة اشتريت، صحيت الفجر لقيته. طبعا هو كان اتحرك مع من بعد دخولي حوالي 300 وشوية، انا ما لحقتش ده، بس اتليست لحقت حوالي 120 نقطة فقفلته. فمن المستويات اللي هو يعني فيها من 50 نقطة شوية انا شارية برضه، يعني ده الوحيد اللي انا هبيته، بس شرع مع الاتجاه ان لو حصل اي تطورات فاوريدي انت مع الاتجاه اللي موجود، مع الاتجاه كده كده موجود. يعني ايه الاكشن ممكن يحصل؟ ايران تعمل حاجه، فاوريدي مين اللي هيطلع؟ الاويل، فانت مش عكسه، فانت كده كده مش عكسه. الداو على اليومي بيعمل أربعة وبيجهز لخمسة. هو صح، بس هبين يعني هقول لك بالظبط. هو صح بصراحة، وده برافو يعني الموجة دي، بس دي موجة بداية، ممكن يكون خلاص وممكن لا. اشمعنى بيرد بالطريقة دي؟ هقول لكم ليه بيرد بالطريقة دي. الردة دي رهيبة ومتوقعة، دي أربعة من أربعة اللي فاتت هتكلم فيها، بس هو صح على فكرة. تعالوا نبدأ. في حد واقف يعني عند حاجة معينة؟ نبدأ العد منين؟ ما تشتتش نفسك. يعني مثلا في حاجه على اليورو دولار هتكلم فيها، والله مش جايبهولك من بدري، يعني انا مش جايباه من بدري خالص، لا انا جايباه من بعد ما اصحح لكم. من بعد تصحيح ممكن تشتغل عليه، من بعد تصحيح ممكن تشتغل عليه، مع انه هو موجه اساسيه، فتتوقع ان انت هتعمل خمسه اتليست. بصوا السيشن دي تاكيد لحاجات وحاجات. دلوقتي احنا واقفين فين دلوقتي؟ على خاصه على اليو اس 30 او الداو جونز، اليو اس 100، الباوند، الذهب، اليورو فرانك، والاويل. لو حد محتاج حاجه تانية قولوا لي، يعني لو حد محتاج حاجه تانية في اليورو نيوزيلندي، بس ممكن ااكد عليه تاني، يعني هاكد عليه تاني. ماشي، تعالوا نبدا السيشن بتاعي. بص تاني، انا هحدد الفرص اللي موجوده دلوقتي، مش اللي هي الهيستوري، ولازم تبقى حاطط السيناريوهين وهتستنى ايه بالظبط مع دمج المؤشرات وتبدا تشتغل عليها. في حاجه بس من الحاجات اللي انا
ما قلتهاش قبل كده، تمام؟ بس ظاهرة جدا على الأزواج، فهقولها دلوقتي. إيه؟ إني لما الأزواج بتبقى في موجة تلاتة وبتبقى عاملة اكستنشن. يعني إيه اكستنشن؟ يعني هي مش مكتفية بخمس موجات بس، بتبقى مكتفية بأكتر من كده. لما بتبقى عاملة اكستنشن بتقف عند 261، القمة بتاعتك بتكون عند 261 من الموجة الأولانية. طيب طبعا انا في الاول لما كنت بشرح كنت بشرح معاكم من غير المؤشرات، بس بما اننا خدنا المؤشرات فهتلاقوني خلاص حطاها. ممكن اشيل ده واحطه تاني عشان بس اوريكم. نبدا بالاويل كده كده، نبدا بالاويل. الاويل دلوقتي في موجة ايه؟ بيعمل في موجة ايه؟ اربعة. اشمعنى اربعة؟ تعالوا نعد. ليه واخدينه من فين؟ واخدينه احنا من فين؟ من اول قاع اعلى من قاع. عينك لو جابت اللي فات هتلاقي ان هو ده فريم يومي، هتلاقي ان هو نازل في خمسة وواضحة جدا جدا. وانس ان الزوج ده بيكسر قاع فات، اي حاجة بيعمله تانية في الطلوع بتعرف ان هو تصحيح مش اكتر، ولسه ليه يا اما بقى موجة جديدة يا اما تصحيح. بصوا، يا اما موجه جديده يا اما تصحيح. هو هنا عمل موجه جديده، طب فين اصلا اللي هو كسره؟ اللي عديه له قاع، قاع رئيسي. اي حاجه هيعملها بعد النزول ده في طلعه هو للبيع، هو للبيع. ليه؟ لان لو انت هتبقى في تصحيحه فانت لسه هتعد له 3 موجات. طب لو هو موجه اساسيه هتلاقيه هنا ما بيطلعش، ما بيعملكش قاع اعلى من قاع، هتلاقيه مكمل، وهتلاقيه هنا على الفريم الأقل منه الديلي، الأقل منه 4 ساعات، هتلاقي في دي ما بيعديش الواحد الخمسين ستين. تعالوا عشان برضه تاني، هو طبعا هنا عند نفس التايم فريم، هو كان اوريدي تحت الزيرو وهنا تحت الميد رينج برضه. بالظبط بالظبط. على فكره مش محضره يعني، دي كده يعني مش ما كانتش في نيتي ان انا اقولها اصلا. بصوا سايد واي اهو، التصحيحه اللي هي على اليومي هتلاقيها لما تنزل على فريم اقل، بس فريم واحد اقل، مش من الديلي يجيب لي الساعه، ده غلط. تمام، هتلاقي ان التصحيحه دي عشان تكمل في نفس الاتجاه تاني ويكون لسه ليه صعود، وما تاخدش دي ان هي قاع اعلى من قاع، خد دي ان هي سايد واي. هنا بصوا ال 50 60، شيل ال 40، 50 60 تعرف ان هو مش بس تلات، لا هو مكمل في الاستراكشر العادي جدا اللي هو الخمس موجات. فهو هنا خلص، يعني هنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه خلص، هنا بدأ يبني قاع اعلى من قاع. لو جيت بصيت على المؤشرات من نفس التايم فريم اللي انت فيه هتلاقي ان المؤشرات نفسها بدأت تبني طلوع، بقى تبني طلوع. ويا بقى لو حط الموفينج ده عادي، حط موفينج 50 عادي، ما شرحتوش قبل كده بيه، بس حط موفينج 50 عشان لما تعرف ان الموجة كلها كان لسه كان تحت ال 50 ويبدأ يطلع، فده تحضير. وهنا هتلاقيه بدأ يبقى فوق الزيرو. دي ايه؟ يبقى انت كده هنا انت بتتكلم في واحد. طب دي اتنين، انت صح. هتيجي تطلع هنا يروح جاي نازل لك كده، لا يبقى استنى عشان دي كلها تبقى مين؟ بنسميها running flat. اشمعنى ايه الفيصل؟ الفيصل ان انت دي كلها تبقى اتنين ودي تبقى extension، يبقى دي لسه واحد واتنين، اصل ده ينفع وده ينفع. هو ايه؟ هو ايه اللي ده ينفع وده ينفع؟ ان دي تكون واحد واتنين، تمام؟ وتكون دي واحد واتنين من تلاتة وتلاتة من تلاتة واربعة من تلاتة، ولسه هنعمل خمسة من تلاتة وهنعمل الاربعة الاساسية ونطلع. بصوا ده وارد وده وارد، بس انا ماشية على انهي سيناريو دلوقتي؟ والاتنين هيدعموا لك نفس الحاجة عادي، الاتنين هيدعموا لك نفس الحاجة. انا ماشية على انهي سيناريو؟ ان دي كلها اتنين. اشمعنى؟ لان دي مادام مش مكملة 200%، مش جايب ال 200%،
وهي عادة هتلاقي لو البي بتتعمل فعلا معظم الوقت ماكس 161، وساعات بشوفها كتير قوي عند 141. اهي مش جايبة 200، فانت اخدتها كلها ان دي الاي وهنا دي البي وهنا السي. وممكن تعرفها بطريقة تانية، الطلعة دي طالعة في ايه بالظبط؟ في 5 ولا 3؟ بس عموما انا هنا اهو، دي كلها بالنسبة لي على الاويل 2، عمل الـ A والـ B والـ C. ده إيه؟ دي 3. هنا فوق الزيرو تمام، ما عنديش مشكلة. وهنا المؤشر نفسه بيتحرك ما بين الميد رينج، الميد رينج بقى بتاعك هو 50-40 ماشي، والأوفر بوت. يبقى كده كده الأويل ليه طلعة تانية، الأويل كده كده ليه طلعة تانية عشان يخلص الاستراكشر بتاعه. منين بقى؟ في هنا بيقول لك، وتعرف ان 3 دي هتخلص امتى؟ يعني 3 دي بالنسبه لك مثلا هتبقى خلصت امتى؟ يعني دي ممكن تبقى 3 كلها خلصت ودي 4، اهم حاجه 3 ما تكونش اسعر واحده. يبقى انت لو بتتكلم هنا 1 2 3 4 5، المفروض 3 ما تكونش اسعر واحده. لو اقصر واحده يبقى ده هيبقى جواه اكستنشن تاني. هتعمل ايه؟ خد 3 كلها اهي من بدايتها لنهايتها، حطها على اي واحده فيهم قدها وقدها تنفع، اهم حاجه ان هي ما تكونش اقصر واحده، هي دي الفكره. المهم ان الاويل دلوقتي قبل ما اشوف هنا 3، في حاجه هنا في الاهداف بتاعتك موجه 3، يا اما 100% ودي بتبقى اقل موجه جدا جدا وقليل لما بتحصل. ولو حصلت تعرف ان 5 هيبقى جواها اكستنشن. يعني لو موجه 1 قد موجه 3 يبقى انت كده بتعمل 100%، يعني دي قد دي يبقى غالبا 5 اكستنشن. وقليل لما بشوفها، بس الاقرب دايما امتى بشوفها؟ لو واحد نفسها، لو واحد نفسها كانت كبيره. يعني امتى اشوف طول الموجه اللي هي 3 دي تبقى طول موجه 1؟ لو موجه 1 نفسها كانت كبيره، كانت واخده يعني طول قوي، ف100% ده تمام، يعني ده تمام بالنسبة لي. لكن لو واحد صغيرة وشايف ان 3 بتساوي 1، تعرف ان 5 اكستنشن، ودي ما شوفهاش. يعني دي مش بشوفها عموما، دي مش بشوفها. لكن عندك ال 161 وعندك ال 261، 3 لو فيها اكستنشن بتقف عند ال 261. لو انت شايفها على الديلي غالبا برضه بتقف عند ال 261. تعالى شوف هنا على الاويل، كان دي معلومه دي ما قلتهاش قبل كده. طب هناخدها بالاكسبانشن ولا الاكستنشن؟ خدها بالاكستنشن. طيب التصحيحات العرضيه دي خدها بالاكسبانشن عشان برضو ما تتلخبطش. طيب يبقى انا احط ده فين؟ العكس اللي هو كان الاهداف، كانك بتجيب هدف. يبقى من القمه للقاع، الاكستنشن من القمه للقاع 261 الأسعار بتقف عندها. شفتها فين؟ شفتها في الدولار الأمريكي، وشفتها في المؤشرات، وشفتها في اليورو فرانك. ف ال 261 طبعا هتستنى عند ال 161، بس دي يا دوب لسه طالعة عشان دي كلها 2، فاهمين؟ وانت برضو باللوجيك كده 161، لو انت بتقول ان 3 خلصانه عند ال 161، فين الخمس موجات اللي قدامك بتوع 3؟ عشان مفيش، انت مش تقف. انت لو هتقف تقف في تصحيحه بس، يبقى التارجت اللي عند، يعني فاهمين يا شباب انا بقول ايه؟ يعني لو انت رحت عند ال 161 وبصيت لقيت ان الموجه قدامك فيها 5 موجات ماشي، هتبقى انت ستاند باي هنا، الاسعار هتعمل ايه؟ هتبقى تصحيحة وهتطلع تاني ولا كده؟ هتطلع تاني يعني، تصحيحة وهتطلع تاني. بس هل بقى هيكون في تصحيحة اللي هي موجة أساسية، ولا هنبدأ نطلع على طول عشان نكمل ال 261؟ عشان دي برضو كانت محطة عند الذهب قبل كده، بس أنا مش دايما في كل السيشنز بتاعتي بتكلم في اليوت. كان كل كلامي وقتها إن ده يا جماعة للشراء، ده للشراء. فأي اختبار للقناة السعرية، كان في قناة سعرية لو فاكرين، نبدأ نطلع. لكن مع قوة طبعا الموجة اللي انت فيها،
ما كانش بيصحح، او كان بيصحح تصحيحات صغيره لكن هو كان للشركه. المهم وقفت عند ال 261، ده يكون بالنسبه لك موجه 3 بتنتهي. تعالى بص، 1 2 3 4 5، يبقى انت كده عامل 1 وعامل 2 وعامل 3، فاضل 4 وفي 5. عشان كده انا بشتري، انا شاريه، عشان كده انا شاريه. وفي النازله كنت بقول انا بايعه، بس كان اخري فين؟ ما كنتش برضو يعني ما كنتش بجيب سيرة اليوت، مش كل السيشنز بتاعتي بجيب سيرة اليوت، كنت بقول لكم اخر القمة اللي فاتت. طيب نشتغل على الديلي ولا نشتغل على ال4 ساعات؟ لو انت حددت بداية انتهاء موجة وبداية موجة تانية على الديلي، هنزل على ال4 ساعات هتشوف تفاصيلها. يعني ادخل على الديلي ولا ال4 ساعات؟ الديلي بالنسبة لي يعني لو انتهاء موجة بداية موجة، لكن تفاصيلها انزل على الفريم الأقل. أنا دايما بحبذ مين؟ زي ما قلت لكم ال4 ساعات. هتظبطها بقى. طب هو عمل ايه؟ انا شايفه ان هو نزل في 3 وطلع في 3. شكرا. 3 3 ايه؟ 5. تمام. ده مين؟ الريجولار فلات عادي. تصحيحاته عامله ازاي؟ تصحيحاته عامله ازاي؟ اول حاجه في الاهداف بتاعتك هي 4 اللي فاتت. طب تعالى كده نجيبها تاني على فريم بقى اقل. فين بداية 3؟ أهي، 1 2 3 4 5. فأربعة دي أوكي بتكون يعني بنتوقع إن موجة 4 الأساسية أو أي موجة بتقف عند 4 اللي فاتت. فده سيناريو تبدأ تحط عندك الأهداف بتاعتك. تاني حاجة الإكسبانشن. طب ايه اللي خلاني اتوقع ان الاويل مكمل كسر السحابه؟ ايه اللي يخليني اقول ان الاويل معاه اهداف اكبر كسر السحابه؟ عشان كده حاطه لكم الاشموك ال4 ساعات، هو يا اما كسر السحابه على ال4 ساعات، يا اما تغيير في الاتجاه، يا اما تصحيح كبير شويه. تصحيح كبير شويه. هتقول لي طب ما هو عشان يجيب هدفه لازم يكسر سحابه، مش شرط. لو السحابه كانت بعيده عن الاسعار فهيبقى تصحيحتك هتنتهي عند نهايه السحابه وهتطلع، لكن لما تكسر سحابه تعرف ان التصحيح هيبقى قوي شويه. التصحيح هيبقى قوي شويه، وده اللي كنت بقى عماله اكد عليه لما كنت بتكلم على الاويل. طب النازله بتاعت الاويل دي ليه؟ هقول لكم بقى تعرفوا منين ان هو كان ليه نازله. ده بقى المهم. ده دلوقتي انا شاريه، انا شايفاه بيطلع بقوه، فانا بقول لكم انا جوه انا شاريه، انه ليه علاقه باللي انا بقوله اصلا. 3 3 5، حط الاكستنشن بتاع الاكسبانشن، سوري الاكسبانشن بتاعك حطه بالهاي واللو عادي جدا. كان عندي سيناريو تاني ان احنا ممكن نوصل هنا. يبقى مين الفيصل؟ المؤشرات بقى بتقول لي ايه؟ او الساعه بيقول لي ايه؟ يعني انا عايزه اكشن هنا يقول لي ان انت طالع. طب مين الاكشن اللي انا عايزاه؟ ان المؤشرات مثلا على الفين بقى الاقل. بص انت على ال4 ساعات اهو، هات الاقل تبقى الامس دي طلع فوق الزيرو، دايفرجنز ايجابي على الار اس اي، الايشيموكو والاسعار بعدد التنكن سنو كيجن سنو بتختار سحابه. بصوا هنا كل ده اكشن ممكن يقول لك الاريا في انهي حته، في انهي حته فيهم. ومين اللي هياكد لك لو طلعت فوق ال 161 تاني؟ يعني لو انت طلعت فوق ال 161 الاكسبانشن خلاص شكرا، انت دي طالعه اساسيه. طب نرجع تاني، ليه توقعات النازله بتاعت الاويل دي؟ لان انا قلت ايه؟ 3 3 5 تمام. طيب انت عندك هنا ايه؟ 1 2 3 و4 طلعت في قاع، يعني طلعت شرب اختبرت القاع اللي فات ونزلت. طب لو الطلعه دي كانت حقيقيه، الطلعه دي كانت حقيقيه، مش هتلاقيها مسمعه على المؤشرات؟ اه بس هي مش مسمعه على المؤشرات، فهي يعني كانت دي موف اساسيه.
هل في طلعة الأويل على الأربع ساعات في أي حاجة شفتوها؟ ده راح للخمسين ستين حتى ولف منه ونزل، لف ونزل تمام. طيب أنا حددت أهو على، عشان برضه أبقى معاكم، إحنا حددنا أهو على الأربع ساعات، وفي تلاتة في تلاتة، فالمتوقع إن أنت خمسة عايز تعدها. ما هو أنا بقى عيني، بصوا لو أنت واخد حاجة من بدري وباصص عليها وقاريها، فإحنا كنا بنتكلم من هنا فاكرين، ف وقلت تلاتة تلاتة بس ممكن ما يعني مش كله ركز فيها. دي أهي هات الأصغر، بص بقى ازاي بنزلك على الساعة اهي اهي بقى، انت هتظبطها بقى هتظبطها. المفروض يبقى انت قدامك مين؟ خمس موجات. اوكي طب تعالى، واحد اتنين تلاتة معمول جواها خمس موجات. ازاي؟ اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب يبقى انت كده عندك واحد واتنين تلاتة، فاحنا منقفش عن تلاتة، احنا ما بنقفش عن ثلاثة. فدي بالنسبة لي كانت منطقية، أربعة وأربعة المفروض ما تعديش الرول بقى، هي نفس الرول، ما تعديش مين؟ بداية ثلاثة ونزلنا في خمسة، الاستراكشر خلص. اه بالنسبة لي خلص. طيب انت محتاج ايه؟ تعالى بقى، انت عندك هنا ال على الساعة ده خلاص، ده هيلف ويطلع، ده عمل تيست للموفينج وعمل تيست لمين، منزلش للاوفر سولد. لا ده انت بتلف من الميد رينج كأنك بتاخد وضع مين، التيار صاعد تمام. طيب كل ده متوقف على مين؟ الاويل متوقف على مين؟ القاعده ما يكسروش. طيب هو لو كسر القاعده يبقى السيناريو التاني انه ليه هدف لسه، تبقى اربعة لسه كلها ما خلصتش، يعني عمل منها الاي وعمل البي وطالع عمل السي ونازل. ما هو لازم، بصوا لازم يبقى في سيناريو تاني، لو انت مش عامل لنفسك سيناريو تاني هتضيع هتضيع. ايه السيناريو التاني اللي موجود دلوقتي على الاويل؟ ان ده عايد الاي والبي وهنا السي لسه ما انتهتش، اشمعنى عندك واحد واثنين وثلاثة واربعة اتعمل منها الايه وهو بيتعمل واتعمل البي وطلع في السي ونزل يعمل الخمسة، فاللي هيودينا عند 79 90. بس انت ترجح ايه؟ انا ارجح ان هي تكون انتهت عند اربعة من اللي فاتت ونبدأ نشوف صعود، لكن ان كيس ان الاويل نزل فانت عندك المستوى، بص ال 80 يعني مستوى ال 80 وهيكون بعد كده شرح. يبقى انت كده عندك مناطق شرع على الاويل، يا اما المناطق اللي هو المناطق دي اللي هو ريدي بقى بدأ يطلع منها خلاص كده اهي، وعندك هدف طبعا هتبدأ تعدله خمس موجات، بس اول هدف بالنسبة لك هو ان هو يرجع تاني لل 87 40. خلصنا من الاويل يعني بعد السيشن دي، الاسبوع اللي جاي وقف هنا شوية، انت عارف ان هو اللي طلع، انت متأكد ان هو طالع الاول ماشي. حاجة تانية ممكن تربطوها بالأويل، حاجة تانية ممكن تربطوها بالأويل، انتوا مش انتوا في موجة أربعة؟ انتوا في موجة أربعة تمام. تعالوا هنا موجة أربعة عادة بتنتهي عند 23 أو 38 من طول موجة تلاتة، من طول موجة تلاتة، ومن الممكن ان هي تنتهي عند أربعة من اللي فاتت، هو هي عند أربعة من اللي فاتت. طب في التلاتة كلها اهي، عند فين؟ 38 تمام اهي، انت اوريدي عند 38. ففي كذا حاجة بتقولك ان انت دي منطقة شراء قوية جدا. ما هو انت كده عندك منطقتين بس، في منطقة فيهم بيتواجد عندها قمة فاتت اصلا ككلاسيك، قمة فاتت بيتواجد عندها تصحيح اربعة من الموجة الاساسية من موجة فاتت، وبعد كده بس هما دول.
فتاني وانت طالع بقى هتاخد حتة المؤشرات، هتلاقي هنا حتى تعالوا نحط بقى هنا الريشيموكو. لا بس الريشيموكو اللي هو العادي. يا انا بطيئة قوي. طب انا هسرع شوية، هسرع شوية في الفرص، معلش. تمام، تعالوا على الساعة. المفروض بعد كده هتلاقوا ان هو بقى هيبقى هيطلع فوق السحابة. بصوا يعني ده طبعا مش شرط، هو لسه مطلعش، هو لسه مطلعش، بس هتلاقيه لو طلع فوق السحابة تعرف هيكونفرميشن معاك بقى ان انت خلاص انت كده دي المنطقة فعلا بتاعة الاكتداد، يعني دي المنطقة فعلا خلاص بتاعة الاكتداد. تتابعوا على الساعة، عادي جدا تتابعوا على الساعة، دي حاجة. أول حاجة خلاص، حد مش فاهم دي مش اليو نيوزيلندي. تمام، حاضر. ال93 ده انت بتقصدك على ال قصدك على الاويل؟ لا ما هو انا بروح هنا الاول، بس يعني انا بس بطلع هنا الاول. السيناريو اللي هو انا واقفة هنا ليه؟ ليه ما نعديش؟ لان ممكن دي كلها تبقى ايه؟ طالعين نعمل البي ونازلين نعمل السي، بس ده بيجي من ان الطول 3 كبير قوي قوي وخدت وقت كبير قوي قوي قوي، فالنفط ما مصدق يصحح. لكن مش شايفه ده، بس برضه ده بيبقى سيناريو. يعني ليه مثلا ما نعليش الهدف بقى، يعني نطلع نعمل 5 ونعدي دي، عشان ده ان كانك انت عامل 3 يبقى انت هنا الايه، وممكن تطلع تعمل بي ونزل تنزل تعمل سي وبعد كده تطلع تعمل 5. فده سيناريو، ده بيبقى سيناريو. بس لما توصل هنا وامتى تعرف ان السوق معدي على طول؟ لو لقيته وانت هنا هو طالع محترم القمم اللي فاتت وبيطلع منها، بيحترم القمم اللي فاتت وبيطلع منها. تمام، طول ما هو محترم القمم اللي فاتت على تايم فريم الاربع ساعات او الساعه وبيطلع منها، يبقى انت مكمل مكمل وهتخترق المستوى ده، وان دي موجة اساسية ودي مش بقيت تصحيح لسه. دي برضو دي حاجة عشان تبقى فاهمها. تعالوا اليورو الذهب، معلش الذهب، انا عايزة اقول لكم ان انا اشتريته، يعني انا اشتريته من 93، يعني شاريه متأخر. ثواني هقول لكم انا شاريه من فين، من نص الشمعة ده. ايه ده، لا شارياه تقريبا من 88، لا 93 دي فوق، لا لا شارياه من الشمعة اللي طالعة دي. بصوا هو عمل على فكرة القناة السعرية عادي جدا، هو يعني هو عمل على فكرة القناة السعرية ووصل للمستوى ده. اوكي، بس ممكن دي كلها تصحيحة وبرده خلصت وما ينزلش الأول. بصوا يا شباب، أنا يعني أنا عندي بالاتجاه اللي موجود، أنا عندي بالاتجاه الموجود هشيل ده دلوقتي. لو هتاخده بنفس الحاجة دي هنا عند 224، الموجة بتاعت احنا كل ده مستنيين 3 تخلص عشان نعمل 4 عشان 5. انت معاك لحد ال 261 كمان، عشان دي فيها اكستنشنز كتير، في كذا اكستنشن هنا، معاك لل 2500. بس لو وصلنا فعلا ل 2500 على الذهب، شكرا، هي دي تصحيح. تمام، هي دي فعلا حرفيا تصحيح. طب تعالوا للذهب، هشيل دي، تعالوا للذهب في الفيديو. خدوا بالكم، وقلت لكم انا متوقعه تصحيح، بس انا في الاول وفي الاخر انا ليا بالاسعار بتعمل ايه. طب تعالوا نشوف الاسعار بتعمل ايه، تعالوا نشوف الاسعار بتعمل ايه على الفريم بتاع الاربع ساعات عادي جدا. لحد دلوقتي المشكله ان انت بترد من الميد رينج، دي حاجه اهو. ما هو ده الاتجاه، كل الموجه كل الموجه هنا، ده الاتجاه بترد من الميد رينج. ده يعني خلاص قريب من الزيرو، ده قريب من الزيرو، ممكن يطلع طبعا ممكن يطلع. طب السحابه بتقول لي ايه؟ السحابه بتقول لي ان انت عندها واحتمال دي تبقى تصحيحه. مش انا قلت لكم، مش انا لسه قايله امبارح ان يا جماعه، على فكره انا قلت على المثال ده يا جماعه، ان لما يبقى انت مثلا بعت من اي مستوى من المستويات دي عشان متوقع تصحيح على الزوج، لكن تلاقي المؤشرات نطت نزلت على الميد رينج
والاسعار نفسها ما اتحركتش، ده سترينث. ده اللي انا قلته بالظبط. يعني لما انت تبقى بايع متوقع تصحيح، فلقيت ان المؤشرات نزلت جريت على الميد رينج بتاعها وبتلف والاسعار نفسها ما اتحركتش، يعني المؤشرات نزلت راحت لتصحيحها، كانك يعني كان الذهب دلوقتي بيقول لي اني انا مش في مناطق تشبعات شرائيه، يعني الذهب كانه بيقول لي انا صححت. متخيلين؟ اصل انا جيت هنا كنت بقول لكم ايه، لا هو ازاي الواحد ما جمعش، ازاي ما خدش باله من حاجه زي كده؟ ما هو نفس الحاجه بتتعاد. ف الذهب معاه قوه انه يطلع تاني. متخيلين بقى؟ يعني مؤشرات بتقول لي اني انا بقيت في مناطق اقدر اعمل بيت جديد، اني انا في مناطق مش في تشبعات شرائيه، ده انا صححت، مع ان قدامك الاسعار ما صححتش. ما هي دي المشكله، ان كده بيقول لك ان في سترينث في الاسعار نفسها، في ضغوط شرائيه لسه موجوده. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ انا قلت لكم ان انا شفت تحليل ده، ان حد بيتكلم ان دي كلها واحد. احنا كنا بنقول ايه؟ ان دي واحد واثنين وثلاثه واربعه وبتنهي خمسه بتاعت ثلاثه، عشان نبقى خلصنا الثلاثه كلها، صح؟ لكن شفت تحليل بيقول ان دي كلها واحد ودي اتنين وهنا ده تلاتة ودي كام، اربعة، بيتفنش عند اربعة اللي فاتت. فين اربعة اللي فاتت؟ اهي اللي هو راح لها، اللي هو راح لها وبدأ يعمل قاعان اعلى، اربعة اللي فاتت. فدي اربعة وايه وطالعين، ده السيناريو. ماشي، طب احنا لو هنكمل على نفس العدد بتاعنا، احنا واصلين هنا، كنا واصلين لايه؟ تسعة. طب ما انت عندك موجة، عندك الاكستنشن بيقول لك ان انت ممكن تعمل ايه؟ 13. 13 هتقولي طب ما انت قلتي من ال 2000، من ال 4، من ال 2410 للبيع. ايوه، عشان دي اهي، دي خدت الدوبليكيت بتاعها وهو نزل، بس نزل عمل ايه بقى؟ يروح اختبر وبدأ يطلع. طب ده ممكن يكون ايه؟ ده ممكن يبقى نزل في ثلاثة وطلع في ثلاثة ونزل في ثلاثة، وده بيبني في موجة جديدة. يعني ال A وال B وال C. طب انا احط ال لا، هو مش واصل لأي حاجة، ممكن نكنسل الديل برضو. يعني هي الفكرة مش في الديل، تصحيحة قليلة. هو لو هيصحح وهنستناه هنا الذهب، لو هنصحح ممكن يكون صحح وبيطلع، او تبقى دي فعلا تبقى موجة جديدة. وممكن تبقى ايه، ان دي زي ما كنت بقول، ان دي الاي ودي هنا البي، وهينزل يعمل السي. يعني لو هو فعلا هيعمل السي والذهب هيبقى ليه نازله، المفروض ما يعملش ايه، ما يعديش دي. ماشي، يعني تاني الذهب لو هو هينزل يعمل السي فعلا، يبقى المفروض ما يعديش القمه دي. بس همشي على مين فيهم ده؟ حتى عسى يا جماعه محترم الميد رينج، يعني انا كنت بشرح لكم على 4 ساعات ونزلت على الساعة، على الساعة حتى ملتزم بالميد رينج، فأنا مش قادرة أبيعه. يعني أنا لو هفكر فيها، طب أنتوا عارفين بقى، طب بصوا برضو عشان برضو تبقوا فاهمين حاجة، حتى لو الذهب نزل كسر عشان يروح يعمل السي، ما تبيعش، استنى منطقة الشراء على الذهب، استنى منطقة الشراء اللي على الذهب بسبب اللي هو بيعمله. طبعا مع التوترات الموجودة والأحداث اللي موجودة، ومع أجازة السوق، ممكن نبدأ نشوف صعود القمة دي. لو تم اختراقها خلاص، شكرا. يبقى هو لسه معاه بقى 10 كده، أنت بتعمل 9، أنت كده بتعمل 9 10 وطالع في 11 و12 و13، هيودينا. أصل أنت بتتكلم في ده مش كتير،
ده 1000 نقطة، فدي تحركات الذهب الأساسية دلوقتي عادي جدا. بس المستوى ده هينزل منه، لو ال2500 ده مستوى هينزل منه. اشمعنى ده 261 من الموج الأولانية، من الموج الأولانية تمام. مش عامل حاجة يا جماعة، مش عامل حاجة. الأقرب إن احنا نطلع نكمل، راح الأقرب إن احنا نكمل، إلا لو ما عرفناش نعدي دي. او طبعا التاكيد هيجي من كسر القناه السعريه اللي انتوا شايفينها دي، اصل دي قناه سعريه. لا ممكن تبقى بدايه موجه فعلا بالظبط. تمام. ماشي. بسرعه اللي بعد كده، اليورو فرنك. دي مناطق شراء، دي مناطق شراء. اشمعنى نفس الحاجه، هاتوا اليومي، هشيل الحاجات دي كلها. واضح، ده واضح. ده عمل ايه؟ واحد واثنين، دي ثلاثة. عرفت منين ان ثلاثة بتفنش؟ ثلاثة بتفنش. عرفت منين ان ثلاثة بتفنش؟ أول حاجة هتجيب من واحد طول الموجة، هات الهاي واللو بتاعها، هاتها كلها، من الأفضل إنك تجيبها كلها عادي. تمام. 261 خلاص انتهى الموجة. طب مين تاني اللي قالك إن الموجة دي قربت تنتهي؟ الدايفرجنز اللي بنشوفه على المؤشرات وانت فوق لسه. بصوا، الدايفرجنز اللي بشوفه على المؤشرات فوق وانت فوق، بتعرف إن الموجة الأساسية بتفنش. تمام. ايا كان الموجه دي عددها قد ايه، اكستنشن ولا اصل دي ممكن تبقى 8 و9. فهنا مش هممني طبعا. بصوا، يعني معنى ان هي توصل ل 261 يبقى انت اكستنشن. تمام. انت في هنا اكستنشن، عايز بقى تنزل ال4 ساعات وتقعد فيهم ماشي، لكن هتبقى عارف ان الدايفرجنس ده اللي موجود بشكل واضح جدا على الام سي دي من مناطق شبعات طبعا شرائيه، دي مناطق شبعات شرائيه واضحه، وطبعا هنا طبعا دي واضحه كمان. ده دايفرجنز واضح جدا على الار اس اي، ولو شفت دايفرجنز على الار اس اي صدق. لكن تاويله او مفهومه ان هو عباره عن وانت فوق لسه، وانت فوق لسه بتبقى الموجه الاساسيه بتفنش في اخر قمتين، ولو انت تحت اتجاه هابط يبقى الموجة الأساسية بتفنش في آخر قاعين، فهتبدأ بقى موجة التصحيح الأساسية. احنا عندنا 1 2 3 4 5، فالموجة الأساسية لو هتلاقي دايفرجنز فوق بتقول لك إن دي قربت تخلص، لكن ما تمنعش عن الموجة اللي هي التصحيحية. والموجة التصحيحية دي هتنتهي عند فين؟ عن نفس التايم فريم بتاعك، هتنتهي عند فين؟ هتنتهي عند الزيرو، وهتنتهي عند الميد رينج. تمام كده. حددت حاجة؟ خلصت خلاص. يبقى كده دي طالعة تاني. اليورو فرانك هو تحركاته النهاردة كانت غريبة. بس طب بصوا، قبل ما اشيل ده، ليه ما وقفناش عند ال 161؟ ليه ما وقفناش عند ال 161؟ ليه ما قلناش ان 3 خلصت عند ال 161؟ طبعا الموجات مش كاملة قدام ال5 موجات. تمام. وممكن لو نزلت على الفريم الأقل ممكن تلاقيها. لكن ما وقفناش عندها عشان الاتجاه نفسه قوي، الاتجاه نفسه قوي. هل لقيت كسر التنكنسن؟ لا، انا شايفه ان الاسعار عماله تصحح للقمه اللي فاتت وتطلع، تصحح للقمه اهي وتطلع. فهي راحت ال 161 بس الاسعار طلعت تردت من التنكنسن، يبقى الاتجاه ده قوي، يبقى الموجه دي ما خلصتش. فالموجه ما خلصتش. تمام. طيب عشان بس دي حاجه برضو عشان تبقوا فاهمينها. وبرضو طب ماشي اهي،
واحنا عند 131 اهي. بصوا مفيش، تعالوا هنا اهي، شوف المؤشرات فين. موجة خلصت، بصوا موجة خلصت وبتطلع، مدام مع انه وصل ل 161، بس بصوا الاسعار نفسها راحت عند السحابة وبدأت تلف وتطلع، ده راح عند الزيرو وبيلف ويطلع، ده راح للميد رينج وبيطلع. دي موجة ما خلصتش، موجة وما خلصتش، انت ستيل لسه زي ما انت، ستيل لسه زي ما انت. فلا خدوا بالكم من دي، خدوا بالكم من دي، تمام. انا بجيب عشان بس انا يعني بحاول اقرا دماغكم على طول، وبقول لكم ليه ما وقفناش عند ال 161. فما دام عدى يبقى انت هتستناه عند ال 261. عادة بيجيب ال 261، موجة 3 بتجيب ال 261. المهم انت كده خلاص تمام، يبقى انت كده نازل في مين؟ 4، يبقى انت طالع في 5. يبقى انا دلوقتي دي يورو فرانك يا جماعة، ده زور لسه ليه موجة طالعة، لسه ليه موجة طالعة، ده ستراكشر، ده اساسي، ده ستراكشر، ده بيبني، ده طالع لسه في 5، لسه قدامه في 5. فانا قدامي 1 2 3 4. طب 4 تخلص فين بقى؟ 4 تخلص عند 4 اللي فاتت، محتاج بقى تنزل على الفريم الاقل عشان تشوف. هات ده، شوف تصحيحاتك معاك ال 38، ده اللي بقول عليه. على الديلي بصوا يبقى نهاية سحابة، يعني قصدي اي اخرك يعني للسحابة، ده هنا اللي يروح للميد رينج وما ينفعش يكسره، وده هنا يروح للزيرو وما ينفعش يكسره، ما ينفعش يكسره، فانت هنا ستاند باي. طب انا هدخل منين برضو؟ لما الاسعار نفسها على الفريم الاقل اللي هو ال4 ساعات، الفريم على ال4 ساعات تبدا تبني لي قاع اعلى من قاع، يبقى انا هبدا اعد تاني 5 موجات طالعه، والاقي هنا ده طلع فوق الزيرو، وده هنا طلع فوق الميد رينج بتاعه. وشوفوا عمل كام موجه، شوفوا عمل كام موجه، هتاخد من دي ولا اخد من دي؟ خد من دي، اشمعنى الطبيعي هيبقى نازل وطالع وبعد كده نازل للموج الاساسيه؟ ما ده نوع من انواع مين التصحيحات اللي هي ريجولر. حط الاكسبانشن بتاعتك، شوف برضو هو في الاكسبانشن راح فين. لمس ال 261، لمس ال 261، وخدوا بالكم ان ده قاع رئيسي. لو انت بقى عايز تعد هتبدأ تعد، لو انت مش عايز تعد يبقى دي تصحيحة. اشمعنى عرفت منين ان دي تصحيحة على فريم اقل من الزيرو هنا؟ من هنا ومن هنا، ماشي. فهو وارد انه يقف هنا فعلا، وارد ان هو يقف هنا. عرفت منين ان هو هيصحح تصحيح كبير شوية؟ عرفت منين ان هو هيصحح تصحيح كبير شوية؟ عرفت من كسر السحابة اليورو فرانك على ال4 ساعات، عرفت من كسر السحابة. وانس انه كسر السحابة الشيكوز بان خرج، ده هيصحح تصحيح كبير. يعني ما تجيبليش الريجولر تجيبهولي عند 100، لا ده هيصحح تصحيح كبير ما دام الشيكوز بان خرج من السحابة وكسر السحابة. فشوف بقى القاع الرئيسي فين او القمة الرئيسية فين اللي فاتت، وحط الاكسبانشن. هتستناه عند ال 161 زي اللي انا قلته على الاويل، هتستناه عند ال 161 وهتستناه عند ال 200. ليه هنا كان اول ان هو يروح لل 261 مش 161؟ كان اول ان هو يروح لل 261 لان ده كان قاع، يعني ده يعتبر تصحيحه، الاسعار بتنتهي عند التصحيحه اللي فاتت. طبعا هو نزل بقوه جدا. طب عايزه اتابعه على الساعه، اتابعه على الساعه هتلاقيه بقى بيحاول يبني في، طبعا هتلاقيه اخترق للسحابه، تمام، على الساعه هتلاقي ده دايما هتلاقيه بيتحرك ما بين الميد رينج وبعد كده الاوفر بوت، ده هتلاقيه لازم طلع فوق الزيرو، ده هتلاقيه بيروح يختبر القمم اللي فاتت وبيطلع، بيختبر القمم اللي فاتت وبيطلع. موجه اساسيه، موجه اساسيه زي، بصوا زي ده كده، زي ما كان بيعمل هنا هتلاقوه برضو بيعمل هنا، ماشي. فده لسه اول هدف ليه فين، هترجع هنا تاني، هترجع هنا تاني.
يعدي. طبعا عادي ممكن يعدي، عادي ممكن يعدي، بس التلاتة بما انها طويلة وواصلة لإكستنشن كتير و 261، ف يعني من الأفضل يشوف ده هيعمل ايه. ليه؟ لأن التاني زي ما بقول إن دي كلها موجة، وتطلع هنا وتنزل تاني في موجة، وبعد كده تكون لسه بتعمل موجة الأساسية. فبرضو تعرف منين، بص أنا بعيد الكلام، تعرف منين إن دي موجة أساسية طالعة؟ هتلاقي الأسعار بتصحح للقمة اللي فاتت وبتطلع، صح للقمة اللي فاتت وبتطلع، تعرف إن دي مش مجرد تصحيحة، دي مش مجرد تصحيحة وهينزل تاني، لا دي تصحيحة أو دي موجة أساسية من زي الموجات اللي فاتت دي. طيب الذهب خلاص أنا اتكلمت فيه. الباوند، سبع موجات بس ما ينفعش، شايفها على موجة أعلى أني على الـ4 ساعات، مش عايزة أدخل فيها دلوقتي. عايزة كده خالص، ببدأ أدخل منين لو أنا مش فاهم اللي في الأول؟ أول قاعة أعلى من قاعة، تمام، هنا 1 2 3 4 5، 1 2، ما هو بصوا العد ازاي، يا اما دي كلها 1 يا اما 2 يا اما هتاخدها منفصلة. 1 دي كلها، 2 3 4، وهنا 5، او انك هتعدي كل الموجات دي لحد ما توصل لل13. تاني كل 5 بتقف كأنها موجة وتشوف تصحيحها، وبعد كده تبدأ تطلع تاني. هنا ده 1، ده هنا طالع مين، ده شكله مين، الليدنج دايجونال، تمام، اللي بتيجي في أول موجة. فهنا 1 2 3 4، هنا 5 اللي وقفت عندها، يبقى أنت كده عامل 1 و2 و3. ولو هنا بتتكلم في 4، دي ممكن تبقى 4 وطلعت تعمل 5، تمام، يعني ممكن تبقى 4 كانت سوري 3 واقفة هنا أصلا، ممكن كانت 3 واقفة هنا ودي كلها 4. لو تنفع عادي تنفع، ال A وال B وال C وال D وال E وطالعين. فهي لو السيناريوهين مدينك نفس الحاجة فتمام، تمام، لو السيناريوهين مدينك نفس الحاجة، انت كنت بتتكلم في 1 في 2 ودي 3، يبقى ده 4 وانت برضه طالع في 5، ماشي. الذهب خلاص اتكلمنا فيه. الباوند دولار طبعا هو القناة السعرية دي خلاص بيدخل، هو نزل. طيب انا كنت عايزة اتكلم فيه، اقول ايه عشان دي دلوقتي، تمام، الديلي. لما نيجي نشوف هنا 1 2، ونقول هنا دي كلها ممكن تبقى 2، ودي ممكن تخليها 1 2 3 4 5، تاني دي ودي ممكن دي تبقى 2 لو انت هنا مش معدي، هو انت مش معدي يعني مش معدي، فدي تبقى 1 ودي كلها 2 عادي، ودي هنا 1 2 3 4 5، فوارد ان دي كلها 4 و ما نعديش دي، ووارد تبقى انت اصلا عملت 5 كلها هنا. طيب لو انت خارج من سايد واي حط الاكستنشن بتاعك، ده السيناريو على على الباوند. الـ161 هو دلوقتي عند الـ161، لازم نقف عندها، لازم نقف عندها الـ161 في الاكستنشن. اشمعنى؟ لانك خارج من سايد واي. طيب يعني وارد ده يكون ايه؟ وارد يا جماعة دي كلها 1 ودي كلها 2 وطالع في 3، ده وارد. ووارد ايه تاني؟ ووارد ان دي 4 اللي احنا وقفنا عندها، احنا قلنا هنا 1 2 3 4 وطالع طلع في 5، وانت هنا بتعد من الاول، خليكم معايا ماشي. وارد انك تكون هنا بتعد من الاول،
طيب نعد من الاول، انت فين من الاول بقى؟ انت فين؟ انت برضه في الاخر، انت برضه في الاخر كده. دي مش مناطق بيع، البيع كان من بدري، ده ريسك. تعالوا تعالوا من هنا اهو البداية، عد معايا، عد. انت شايف ايه؟ انت بتتكلم هنا في 1 2 3 4 5، يبقى دي 1 طلع في 2. طيب فين 3؟ 1 ووارد ان دي 2 وده 3، وهيطلع يعمل 4 و5، وبعد كده 4 وبعد كده 5. طيب ايه السيناريو التاني اللي موجود فيها؟ ايه السيناريو التاني اللي موجود؟ ان هنا 1 2، هي ان دي كلها تكون 3، بس تبقى في موجة هنا مش ظاهرة، تبقى ظاهرة لك على الفريم الأقل. لكن كلامنا كله في ايه؟ ما هو انت ممكن تاخدها من هنا عادي، ممكن تاخدها من هنا يعني من الفريم الأقل عشان تبين باقي إيه؟ الحاجة بتاعتك. 1 2 3 4 5، أهم حاجة 3 ما تكونش أصغر واحدة. وده هنا 2، وده هنا كبر. انا عايزه اوصل لكم حاجه في الاخر بس على الباوند. لا دي نازله، دي نازله دايركت عادي. يبقى انت هتعدها يعني، بصوا هو في 1 2 3 4 5، يعني هو في هنا 1 2 3 4 5، يعني في ممكن تعدها. اهم حاجه ان بصوا عارفين بقى الفيصل في ايه، لو هنا دي 3 او دي 1 من 3، انتوا كده واقفين عند ايه؟ يا دي 3 يا دي 1 من 3. طيب هنعملها ازاي؟ المفروض ان في دلوقتي 5 تتعمل، لو 3 اقصر واحده مش تنفع، لو 3 اقصر واحده بالنسبه لك مش تنفع اهو. تلاتة مش أسرع واحدة، تلاتة قد واحد، فده وارد إن هي تكون موجودة. يعني النازلة دي وارد جدا إن هي تكون تلاتة، لأن تلاتة هنا بتساوي واحد، فأنت كده عندك 1 و2 و3، ودي 4 تمام، ونازل تعمل 5. طيب إحنا اتعلمنا إيه؟ اتعلمنا إن بعد تصحيحة بتبدأ تعدلها، صح؟ بعد تصحيحة بتبدأ تعد. فين آخر تصحيحة على الباوند دولار؟ آخر تصحيحة على الباوند دولار كانت دي اللي هي الطلعة دي. طيب هنبدأ من دي ولا دي؟ شوف لو دي كانت أعلى هتبدأ من دي، عشان الرول بتقول لك إن 2 ما ينفعش تعدي 1، لكن تعالوا نشوف 1 فين ونحط الهاي بتاعها. 1 بتساوي 2 عادي. فانت بتتكلم ان دي 1 و2 و3 و4 و5، وخدك 6 و7، يبقى انت معاك لسه معاك 2، لسه معاك 2. طيب لو جه هنا، هو طبعا عشان كسر القاعدة، لو جه هنا لا، وخدوا بالكم من حاجة تانية، هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. لا ثواني، اشمعنى 8 نزلت عادي جدا في 1 2 3 4 5، دي صغيرة بس نزلت الصبح على فكرة. أسعار عمل قاع جديد فبتتحسب عادي. فانت كده عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انت عندك 9. فاللي انا عايزة اقوله ان كان اي قرار على الباوند في البيع فمش دي مناطق البيع. طيب فإليوت بيقول لك انك خد بالك انك لو قريت على الباوند اي قاع اعلى من قاع، اي دايفرجنز ايجابي واختراق الاختراق المؤشرات للميد رينج او طلوع الامس دي من الزيرو، تعرف ان دي كلها ليها تصحيحه. لو هنفترض بقى ان دي بدايه، بصوا بقى انا معاكم، لو نفترض ان دي 1 كلها وطالع هيصححها وننزل في موجة أكبر، ده وارد بس هيبقى ليه طلعة. يعني المناطق اللي أنت فيها دي قربت إن أنت يكون ليك طلعة تصحيح،
ماشي. طيب لو هنفترض ان لو انت بتتكلم ان دي واحد وهنا اتنين والاكسبانشن هنا عند 161، وهنبدا نقرا برضه قاع اعلى من قاع ونطلع، فهو في السيناريوهين بيقول لك انك لو قريت على الباوند هنا حاجه بتقول لك ان انت طالع، صدقها وان انت طالع. في الحالتين هيبقى فيه تصحيحات، والتصحيحات مش هنكنسل الترند، لا يبقى انت كده رايح تاني لل 25 50. دي وصلت. طبعا انا كنت معتمده على مين؟ القناه السعريه، بس ما دام خرج منها عادي، خرج من عادي عادي. انا بقول ان ده كان اوبشن، ان هو على فكره هو ما خرجش منها، يعني هو ستيل لسه يعني عندها بحاجه بسيطه قوي. انا كنت بقول ان هو ممكن قبل ما يروح ال 161 في منطقه اقرب ان هو ممكن يطلع منها، لكن هو هنا في الاتجاه ما عملش حاجه برضه، ما عملش حاجه لسه برضه عند ال 50 وال 60 تحت الرينج البايع، تحت نفس الرينج البايع ماشي. فتاني لو الباوند هنا المناطق دي بعد الاكسبانشن مين الموجة كلها، الموجة كلها بعد الاكسبانشن، الموجة كلها 61 على فيبوناتشي من الموجة كلها، هتلاقوها على الويكلي حتى ظاهرة بشكل الطلعة دي كلها، أسعار بتسحها ل 61. مش هطلع على الويكلي، تمام مش هطلع على الويكلي. لو انتم متلخبطين على الديلي فانا بسطها لكم على الاربع ساعات، اسكيب خالص للي انا قلته على الديلي، اسكيب للسيناريو الاولاني. كده كده بعد الهبوط ده كله بتصحيحاته احنا هنا في النهايه، استنى تصحيحه وابدا بيع من فوق، ما تبيعش وانت تحت، كده انت بتاخد ريسك رهيب، حرفيا بتاخد ريسك رهيب. لان لو هنتكلم انت بتتكلم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، فالموضوع صعب، موضوع صعب انك تشتغل عليه كده تمام. ده بالنسبة للباوند. بالنسبة لليو اس الوقت، يعني تمام كده خلاص ماشي. اليو اس 100 واليو اس 30، الداو جونز طبعا طلع كتير جدا. تعالوا نعد، تعالوا نعد الداو جونز واخدينه من فين؟ هل انا واخداه من قبل كده؟ لا خالص، انا شفت تصحيحها وبدأنا نطلع معاه تمام. ليه قلت ان دي ثلاثة؟ انت بتقول ان دي اربعة ماشي. هقول السيناريوهات بتاعتها، هقول السيناريوهات. كنت بتتكلم على الداو جونز صح؟ طيب انا ليه قلت ان دي هنا ثلاثة؟ الموجة الأولانية خدت منها 261، وبعد كده هو صحح، فصحح في أرباع صغيرة. ده كله وارد، حاجة هقولها لكم ماشي، بس تعالوا شيل ده كده. طبعا حد عنده مشكلة إن دي تلاتة، أكبر عزم موجود، أكبر عزم موجود تمام. طيب ما بين الموجة والموجة كان مديني دايفرجن سلبي، فهنا بيقول لي إن الموجات دي بتفنش. طب ومين ده؟ ده بنسميه مين؟ اندنج دايجونال. دي حاجة. طب تعالوا هنا من الأول، واحد اتنين، وهنا ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وقفت هنا متطابقة مع ال 261 خلاص تمام. احتمال كبير، أصل بصوا تلاتة ما بتنزلش، تلاتة ما بتنزلش، يعني تلاتة وأنت في تلاتة المؤشرات ما بتنزلش، فلما تلاقي إن المؤشرات بتنزل وأنت لسه طالع فدي مش تلاتة. انا دي قلتها ثلاثة بتبقى واخده اكبر عزم، فمستحيل، حتى قلتها مستحيل مستحيل كده كده تلاقي ثلاثة تحت وانت تحت الزيرو، او ان الار اس اي تحت الميد رينج. دي حاجه. والحاجه اللي بقى الثانيه ان ثلاثة المؤشرات فيها بتبقى طالعه اصلا، يعني المؤشرات فيها بتبقى طالعه، المؤشرات ما بتكونش نازله في ثلاثة، ما بتكونش نازله في ثلاثة ماشي. فما دام هنا بدأ فعلا الار اس اي والام سي دي ينزلوا، فدي كده العد بتاعك انت، انت تمام. دي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وقفت هنا بعد دي هتبقى ايه؟ بعد كده عندك واحد اتنين تلاته ودي اربعه، عمل الاي والبي والسي والدي والاي، عمل الاربع طبعا عملهم صغيرين بس طول، واخدين بالكم هو عمل ايه؟ يعني هو
اكتفى بتصحيحات صغيره بس طول فيها، ما عملهاش من 3 اضلاع بس. على فكره ده ديلي، فهتلاقيه على ال4 ساعات كان واخد نقط يعني عشان هطلع ليها. وبعد كده عمل 1 2 3 4 5، واخدين بالكم هو طالع في ايه؟ ثلاثات. طب تعالوا نشوفها، بصوا طلع في 3 وبعد كده مشي عرضي، وبعد كده طلع في 3، بعد كده نزل في 3، وبعد كده طلع في 3. شايفينها؟ عشان دي مهمة بالنسبة لي. ركزوا بس في الطلعات، ركزوا في الطلعات. طيب يعني طلع في 3 اهو، ولما جه يطلع تاني طلع في 3، ولما جه يطلع تالت طلع في 3. فانت عندك اصلا حاجة اسمها الاندنج دايجونال، بيبقى 5 3، تمام؟ فانت كده عندك 1 2 3 4 5. عشان كده انا بقول لك بس هو فين دلوقتي، هو بيعمل ايه دلوقتي. دي ولا دي هتحتار، هتستنى تنزل على الفريم الاقل. طيب هو وارد يكون ده كله ايه، كل ده اصلا يبقى موجة بالنسبة له اصلا، ده كل ده ممكن يبقى موجة. اللي انا قلته ده كله تبقى كل ده واحد بس. مؤشرات تعمل كده، تعمل اكتر من كده، يعني 1 2 3 4 5، كل ده ممكن يبقى واحد، وبتعمل في 2 وطالع في 3. وممكن يبقى انت اوريدي خلصت ال5 موجات بتوعك، وهنا في تصحيحه الايه، وهنعمل البي وهنعمل السي ونطلع في موجة اكبر. وده طبعا اللي انا برشحه، لان احنا بنطلع اصلا كده كده في موجات اكبر. طب احنا ليه طلعنا من المستوى ده اصلا؟ احنا ليه طلعنا من المستوى ده؟ ليه الداو جونز طلع بالرغم من ضرب اسرائيل لايران، طلع النهارده 700 نقطه؟ عندي اربعه اللي فاتت، اربعه اللي فاتت، تمام؟ ده من الموجه كلها لمس ال 38، ده من الموجه كلها. طب خدها من 3 بس لمس ال 38 برضه، لمس ال 38 برضه. طيب تعالوا، هو نازل في ايه اصلا؟ بصوا ممكن تاخدها دي وممكن تاخدها دي، مش بصوا والله دي بقى ما بتبقاش فارقه معايا قوي، بس هي الصح كده بصراحه، يعني هي الصح كده. هات الاكسبانشن طبعا، في هنا تصحيحات اكبر، ممكن يروح لتصحيحات اكبر. او لان ده بيبقى تحت بند مين؟ آلة الفلات. لا تتعدى ال 300، هي عدت ال 300 يبقى دي ايه؟ يبقى انت بتعد من هنا. بصوا طب دي ايه؟ تبقى دي 1 2 3، كانت اخر طلعة في الداو، ده وارد وده وارد، دي تبقى اخر طلعة في الداو عادي. فهنا اللي انا شايفاه ان هو هنا بيعمل قناة سعرية وبيعمل زجزاج، ده اول زجزاج. طب وارد ان هو يبقى خلص ودي كلها ايه، ويطلع يعمل البي وينزل يعمل السي، دي حاجة. وارد ان هو يكون خلص اصلا، ووارد حاجة تالتة، وارد ان الداو جونز يكون بيعمل زجزاج ثنائي، زجزاج ثنائي. اللي انا عارفاه ان اي بيع ليك على الداو جونز كان المفروض يتقفل هنا. طب يبقى انت كده معاك سيناريوهات، ان ده فعلا يكون بداية صعود للداو، تاني حاجة ان يكون ده كله ايه، ونطلع نعمل البي وننزل نعمل السي، او ان هو يكون لسه هتعمل جوه القناة السعرية دي زجزاج ثنائي وتصحح موجة سعرية اكبر، وتصحح موجة سعرية اكبر. ده كله وارد، كل ده وارد على الداو جونز. اهم حاجه ان المنطقه دي كانت منطقه ارتداد، هتعمل ايه طول ما انت فوق المنطقه دي؟ طول ما انت فوق المنطقه دي تتوقع ان احنا ممكن يحصل في صعود للداو جونز، ده بجد، ده بجد يعني، ده ممكن يحصل صعود للداو جونز، لان هو القناه السعريه دي مادام جواها مش تقدر تتكلم فيه يعني، الا تاني لو هو هيعمل زجزاج ثنائي.
طب يعني ايه زجزاج ثنائي؟ يعني هيعمل زجزاج قد ده تاني بس تحت. طب هعرف منين؟ لو انت قادر تعد، عد. الزجزاج عبارة عن 5 3 5، الزجزاج عبارة عن 5 3 5، تمام؟ او كل مرة بنوصل فيها للحد العلوي تبقى انت خلصت اللي هي بتاعت البي، يبقى انت عملت الاي وعملت البي، وهتنزل السي لما انت تروح تاني هنا، يبقى انت كده في بداية جديدة كأنه اكس، ونبدأ ننزل تاني. فممكن النزلة دي عد 1 2 3 4 5 6 7، يبقى انت معاك 8 وممكن ينزل يعمل 9. اهم حاجة ان انت طول ما انت فوق ال 37 200 على الداو جونز، خد بالك انت ممكن تطلع. لو هنصحح بقى تصحيحات، فانت معاك لل61، وتاني هيبان لك من الترند نفسه، هيبان لك من الترند نفسه. الترند اللي هو طالع لو قوي هتلاقيه بيختبر بس التنكن سن والكيجن سن، هتعرف ان دي موجة اساسية طالعة في موجة اكبر. وارد ان دي كلها لسه هنطلع وننزل تاني على حسب، بس هتلاقي ضعف في الطلعة. بصوا هتلاقي في ضعف في الطلعة فيها ضعف، ضعف باين من ايه؟ هتلاقيه الاسعار بتروح للشموك وبتطلع السحابه يعني، وبتطلع السحابه وبتطلع. لكن الموجه القويه بتصحح بس للتنكن سن والكيجن سن. طب تعالوا هنا، المشكله ان اول مره يدي باين تست، اول مره يدي باين تست الداو جونز في القاع الاخير اللي عمله فيه هنا باين تست. طبعا وانت طالع هنا لو لقيت ده فوق الزيرو ولقيت ده فوق الميد رينج، تعرف ان دي موجة وانتهت وطالعين في موجة، ده وارد وده وارد. اهم حاجة دي كان لازم يطلع منها. طب لو نزل في تصحيحة اكبر هيعمل ايه؟ القاعين اللي بعد كده، التصحيحات اللي بعد كده، مع ان الزجزاج ده بيبقى اقوى حاجة. الزجزاج ده نزول شرط، خدوا بالكم ان الزجزاج ده خد موجة كلها، خد موجة 5 دي كلها، فبرضو بالنسبة للداو جونز ده يعني عمل حاجة رهيبة يعني، تمام. ف لو فضل جوه القناة السعرية فبيعمل زجزاج ثنائي، لو فضل جوه القناة السعرية فأنت تتوقع زجزاج ثنائي، فنبدأ نشوف هبوط تاني للداو. لكن تاني وانت طالع لو لقيت ان المؤشرات بدأت ده يبقى فوق الزيرو وده فوق الميد رينج، خلاص شكرا. خدوا بالكم برضو، عشان بس برضو اديكم هنت هنا، في كل موجة الهبوط اللي كانت على الداو حتى طلعاته الغريبة اللي كان بيعملها وتصحيحاته، ولا مرة المؤشر هنا طلع فوق الزيرو، ولا هنا مرة حتى في التقلبات بتاعته وطلع. طب مثلا، طب ما هو طلع بقوة اهو وخد كل الليج اللي فاتت، كل الموجة اللي فاتت، هل الار اس اي طلع عدى 60؟ فلا. فكل النازلة دي المؤشرات محترماها كاتجاه رئيسي انت لسه مكمل فيه، ماشي. طبعا انا مشجعش على ان انت كان ممكن تشتريه فعلا فعلا مع اي، هو ما كانش مدي حاجة قوي على المؤشرات على الساعة، لكن من الحد السفلي للقناة السعرية كان ممكن تشتري. اهم حاجة بس ما تبيتوش شراء على المؤشرات في الاجازة. اليو اس 100 هتكلم فيه سريعا. طيب انا خدته منين؟ من بعد تصحيحه على 4 ساعات، هنا 1 2 جواها، هتلاقيها جواها 5 موجات، 1 2 وبعد كده 1 2 3 أربعة خمسة. التصحيحة دي إيه؟ دي اسمها expanded، expanded flat، تمام؟ عشان بس ما تبقاش متلخبطين فيها، expanded flat. ثواني يا شباب. طيب هنا 1 2 وهنا 1 2 وجواها 1 2 3 4 5، يبقى هنا 1 2 3 وهنا 4 وهنا 5، وبعد كده طلع في نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة اللي عملها قبل كده.
عرفت ان احنا انتهينا منين، من دي، اشمعنى من دي. لو تاخدوا بالكم ان هو عامل ايه، لو حد خد باله منها يعني يبقى بجد. ليه ما قلتش دي وليه قلت دي؟ ليه بادئ من دي؟ ودي موجة، كل اللي بيحصل ده حاجة واللي جاي ده كان حاجة تانية على اليو اس ماي. هسيبكم كام ثانية، قولوا لي اشمعنى انا بدأت بالموجة دي، اشمعنى قلت ان دي، حتى لو انا كنت بادئة بدي قبل كده مثلا او حاجة فتعددت لدي، ليه علاقة بشكل الموجات وحاجة خدناها. هشوف لو رديته تمام، لو ما رديتوش هتكلم. تمام طيب هقول على طول. بصوا يا جماعة، الليدنج دايجونال، الليدنج دايجونال بتيجي فين؟ يا اما في واحد يا اما في ايه؟ تاني، الليدنج دايجونال، ايه الليدنج دايجونال؟ ده عاملة زي الوجه، بيجي بعد، يعني ايه عاملة زي الوجه؟ يعني بتبقى عاملة كده كده كده، ماشي. وهي هي نفس الرول، وتلاتة ما تكونش أوسط واحدة، أربعة ما تعديش بداية تلاتة، بس تبقى جوه قوي. يعني الليدنج دايجونال، احنا عندنا الليدنج دايجونال واندنج دايجونال. الاندنج بتيجي في موجة خمسة وبتيجي في السي، تمام؟ زي الداو جونز دي كانت، ده بنسميه اندنج دايجونال. واليو اس 100 برضو دي كانت برضو اندنج دايجونال، وهتلاقيها حتى تلاتات برضو. بصوا طالع في تلاتات ونزل في وهنا مشي عرضي عادي ما عنديش مشكلة، وطلع في تلاتة. يعني هنا بصوا طلع في تلاتة ونزل في تلاتة وطلع في تلاتة، وهنا مشي عرضي اللي هو برضو هو طلع هنا نزل ومشي سايد واي ونزل، وبعد كده طلع في ثلاثة ثلاثات. الاندنج دايجونال ثلاثات. طب الليدنج، الليدنج بتيجي يا في ايه، في اول تصحيحة، يا بتيجي في اول موجة بينتج عنها ايه، بينتج عنها شارب موف، شارب كوركشن، بينتج عنها شارب كوركشن. طب ليه انا لو انا مثلا اتلخبطت في كل ده ليه اعدل ولا لازم ابدا من هنا؟ لان هي عاملة ليدنج دايجونال. طب فين الليدنج دايجونال؟ عاملة واحد واتنين وعاملة تلاتة، بص تلاتة عاملة أربعة وخمسة، دي ليدنج دايجونال. عرفت منين إن اليو اس 100 هيصحح شارب؟ عرفت منين إن اليو اس 100 هيصحح شارب؟ عرفت من كسر الاستحابة. ومش بس كده، تقول لي طب ما هو قبل كده كان بيكسر الاستحابة، أيوه عشان كان في سايد واي. الحاجة اللي جدت عليه انه اختبر الشيخ زبان، اختبر السحابه ونزل. وعرفت منين كمان ان الاسعار بدات تختبر التنكن سن والكيجن سن من هنا ونزل، خلاص كسر كسر. فالكسر ده مش هنا كل كان بيختبر سحابه ويطلع، وهنا يختبر سحابه وساب بيطلع، ما كانش بيعمل حاجه. دي ليدنج دايجونال، دي ليدنج دايجونال ينتج عنها كارب كوركشن. تودينا عند الاربعه اللي فاتت برضه، يعني تودينا برضه عند الاربعه اللي فاتت، او بتودينا عند، بصوا دي الاربعه اللي فاتت دايما التصحيحات بتنتهي عند الاربعه اللي فاتت، او بتودينا للواحد وستين. تعالوا كده نشوف، ممكن يكون كمان راح للواحد وستين، لا راحت للتمانية وسبعين، صحيت للتمانية وسبعين عشان راحت للاربعه اللي فاتت، بس طلعت في ايه؟ في تلاتة، تمام؟ طلعت في تلاتة عادي جدا. طب احنا نازلين في ايه بقى دلوقتي على عايز تعدها بقى، تبدأ دي موجة جديدة، دي موجة جديدة، خد لها الاكسبانشن بتاعتها. يبقى انت كده عندك ال A وعندك ال B وبتعمل ال C، تمام؟ ده آخر مثال ومش هطول عليكم أكتر من كده، لأني كل مرة أقول نفس الكلام، إن إن اليوت ما بتخلصش. طيب ال 161 لما بتتكسر بتروح لل 261، بصوا ده مستوى انا ما حطاه، لاني كان عندي ال 161 وعندي ال 261، تمام؟ على حسب الاسعار عامله ايه عند ال 161، ودي برضو دي نهايه التصحيح اللي فاتت، دي اربعه من اللي فاتت، لكن الاسعار عايزه تصح اكتر فبسيبها تصح اكتر. تاني، طول ما انت على الساعه بقى هات الاصغر اهي، هاتها من هنا
طول ما انت الموجة دي تحت الزيرو وتحت، بصوا والله الموضوع فعلا فعلا سهل، بس محتاج انك تكون مركز، محتاج انك تكون مركز. بصوا اي طلعة على المؤشرات زي اليو اس 100 مش هتلاقيه بيتعدى ال 50 60. تقولي طب ما دي، لا دي كانت تصحيحة، دي تصحيحة، بتكلم في موجة الأساسية، موجة أساسية هتلاقيه دايما تحت الرينج بتاعه بتاع ال 50 60، تمام؟ هتبدأ تعد برضو، ينطبق عليه نفس الاكستنشن السي، ممكن يحصل فيه اكستنشن. ايوه طبعا، 1 2 3 4 5 6 7 8، انت كده واقف عند 9، معاك كمان ل 13 عادي جدا، فمعاك لحد ال 261. امتى تعرف ان هو طالع؟ امتى تعرف ان هو طالع؟ لو رجع تاني فوق ال 161، لو طلع فوق ال 161 هتلاقيه بقى بيطلع بقاع اعلى من قاع وقمم اعلى، بده معدي الاسعار، معديه السحابه، شكرا. يا اما موجه كلها وانتهت، يا اما طالع هنا تاني وهتطلع وهتنزل تعمل موجه تانيه، فانت هتقف هنا بس، هتقف هنا طول ما انت كده تستناه عند ال 261، 261، وبرضه عند ال 261 هتشوف نفس التاثير، قاع اعلى من قاع هتبقى مستنيه. يعني المؤشرات قربت على فكرة، مش شرط على فكرة كده في شهر 5 نلاقي هبوط، ممكن نلاقي تجميع، ممكن نلاقي تجميع وفي الشهر. لو تاخدوا بالكم ان في شهر 5 لما ترجع بالسنين، كل سنة شهر 5 كان أداؤه بيبقى عامل ازاي، بيبقى فيه هبوط طبعا، سيل ان ماي اند جو اواي، دي مش حاجة ما تنسوهاش، لكن مش طول الشهر كان بينزل، مش طول الشهر كان بينزل، تمام؟ الباقيين ممكن نمشيهم كلاسيك عادي الأسبوع الجاي إن شاء الله، تمام؟ قولولي 8 وتلت كتير أوي، كتير قولولي يا شباب لو حد عنده سؤال، لأن كده كده في أصلا في محاضر بعد كده، بعد في أي سؤال تاني بأكد ما تبيتوش شراء على المؤشرات، ما تبيتوش بيع على الذهب، ما تبيتوش بيع على الاويل، تمام؟ عايز تبقى شاري زي ما انا اشتريت وستوبك تحت دي، ما فيش مشكلة، تاخد الريسك ما فيش مشكلة. عايز الاويل تبقى برضو شاري وحاطط الستوب بتاعك تحت دي، برضو ما فيش مشكلة، بس انا واخداه الاويل بالذات واخداه كسوينج شوية، واخداه كسوينج شوية. وطول ما انت مع الحركة اللي ممكن تحصل في الاجازة تمام، لان ايران مش هتسقط، ايران هترد كده كده، في رد من ايران هي اللي قايله، فغالبا هما بيختاروا الاجازه ويتحركوا فيها، فخدوا بالكم بس من الحاجات اللي انا قلتها دي. اجازه سعيده عليكم. اطلع من هتطلع من الباوند ولا ما هو بص، هو لحد دلوقتي هو مش عامل حاجه، هو لحد دلوقتي مش عامل حاجة، يعني أنا شايفة تحركاته، إلا لو هو مع آخر ساعتين بدأ يطلع تاني تحت فوق القاعدة، فلا يبقى خد بالك، لو عمل كده يبقى خد بالك، أما غير كده هو طول ما هو بيعمل قاعنة أقل مش هقدر أقولك اقفله، مش هقدر أقولك اقفله. بالعكس لو ايران عملت حاجة هيأثر على مش هيأثر على الذهب، لا مش هيأثر على الذهب، سوري مش الذهب، مش هيأثر على الدولار، مش هيأثر على الدولار، تمام. لكن انا ليه اكدت على الباوند، ان المنطقة دي منطقة قوية، بس لازم اي اكشن شرعي، لازم على فكرة لو اي شراء بان هنا على الباوند انا هاخدها، انا هشتغل عليها، هشتغل على الباوند. لو فعلا فعلا لقيت اي قاع اعلى من قاع او اي حاجه تقول لي ان هو بيحضر الفوت، خد بالك برضو ان سمك السحابه بقى معدم، يعني معدم، يعني سهل جدا اختراقه. اشوفكم على خير يا جماعه، السيشن اللي جايه هتبقى اول الشهر، بقى السيشن اللي جايه اول الشهر هتلاقوا الجدول هينزل هنا الشهر اللي جاي كده 19 4،
كده الشهر بتاعي خلص مع افرو ماركتس، لسه بقى هنروح الشهر الجاي. تو سيشنز بتوع الشهر الجاي مهمين مهمين ومختلفين شوية عن كل مرة. اشوفكم على خير وشكرا لكم.